5 يونيو 67، 9 و10 يونيو. لما حصل 5 يونيو في اطراف كتيره من النخبه قالوا والله يا عبد الناصر مع السلامه ونقعد مع الاسرائيليين. الشعب انبطحت النخبه. الشعب في 9 و10 يونيو قال لا. وقعدوا يشككوا في ده، لا والاتحاد الاشتراكي اللي منزلهم و و و، لكن في كل الاحوال الان لما تبص من الذي كان على صواب؟ النخبه ام الشعب؟ ام الشعب. في 9 في 9 و10 يونيو 67 بعد معاهده سلام. يعني انت في، انا مستعد لما جاء عبد الناصر ابن السد العالي، مش النخبه قال لك هيجيب الروس وهيجيب الشيوعيين وده هيخرب الطمي وهيدمر الارض الزراعيه و و زي ما بيتكلموا دلوقتي على العاصمه الاداريه الجديده. وده ال ال السد العالي الان موجود وحمانا في حاجات كتير قوي قوي. وبالتالي يبقى احنا عندنا نخبه من الوهم، مش عايز اقول من الوهم، لكن النخبه حساباتها معقده والذاتيه والفرديه فيها بتغلب. المصالح الذاتيه والمصالح الفرديه في حالات كثيره بتغلب وتسيطر. مش صادقه. يعني مش مجرده. مش، ما انا بقول لحضرتك المصالح الذاتيه هي اللي بتغلب. انما المواطن المصري تاريخيا الفطره الوطنيه لما بيخرج دفاعا عن وطنه بيخرج دفاعا عن وطنه.